اللوجستية. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية. تحول مصر لمركز مهم للتجارة الدولية واللوجستيات كان ولا يزال جزءاً رئيسياً ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع استراتيجية متكاملة للدولة المصرية. فكان تشييد الممرات اللوجستية كإحدى ركائز التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تدعم مختلف المشروعات القومية، سواء زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية. شكلت تلك الممرات شرايين حياة جديدة وشبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة، من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعي أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية. بلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو 129 مليار جنيه. كما عملت الدولة على تطوير الممرات اللوجستية التنموية، دشنت مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلومتر على 3 خطوط، تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية